واحد بيقول بنقول في قداس أعطيتني علم معرفتك، أي إن الله هو الذي يعطي للإنسان معرفة الإيمان أو معرفة الله طبعا بالقبول من الإنسان، ولكن ألم يكن قصد الكاتب أن الإيمان مجاني مثل مثل النعمة؟ صحيح ربنا بيعطي لا ننكر، كل عطية صالحة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار، ولكن هل الكل يقبل عطية الله أم لا يقبل؟ أنت أعطيتني علم معرفتك لأن أنا قبلت منك هذه المعرفة، طب ما في ناس تانيين بيرفضوا قبول هذه المعرفة وبيرفضوا قبول الإيمان، ففي عطاء من الله وقبول من الإنسان، في عطاء من الله وقبول من الإنسان، أنت أعطيتني وأنا قبلت. ولذلك في أول إصحاح من إنجيل يوحنا بيقول وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، لكن في ناس ما قبلوش، النور جاء للعالم لكن العالم أحب الظلمة أكثر من النور، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، فربنا مستعد أن يعطي علم معرفته لجميع الناس، لكن في ناس بيقبلوا وناس ما بيقبلوش، وإلا لصار جميع الناس مؤمنين. هل جميع الناس مؤمنون؟ لا طبعا ما خدوش. وبعدين في نفس السؤال بيقول سبب أخطاء الكاتب هي ترجمته الخاطئة لبعض التفاسير، فأين هذه التفاسير وأين هي ترجمته الصحيحة؟ لا هو مش بس الترجمة خاطئة، في ترجمة تكون صحيحة لكن لمؤلفين عقيدتهم مش أرثوذكسية سليمة، مش كل المراجع مراجع أرثوذكسية سليمة،